السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نشرح كيفية عمل الكومبوزيت للسكرين لهذا التليفون. فإذا لو ذهبنا إلى الريندر لاير نجد أن موجود الفون في لاير نمبر 1 والسكرين في لاير نمبر 2. في قائمة الريندر لاير في الريندر لاير هي all element والسكرين لير 2. اذا الاول ايمنت كل جميع لير لكن السكرين فقط لير 2. وبالنسبة ايضا للترانسبيرنت هيكون لان لير 2 او السكرين يكون ترانسبيرنت لكن لير اول ممكن نفعل الترانسبيرنت او ممكن ما نفعلش الترانسبيرنت لان في فلور. ثم بعد ذلك وليكن السامبل تكون 40 نضغط على رندر. فاذا هيبدا بيعمل رندر ل 2 لير، اول لير اللي هي المشهد بالكامل، ثانيا اللي هي لير اول، ثانيا بعد ذلك السكرين فقط ولكن بدون اي element، لكن بما اننا في لير نمبر 2. ثم بعد ذلك نذهب من شيفت اف 3 او النود اديتور، نضيف الريندر او الريندر لير هي الاول، ثانيا نضيف السكرين فون وهنضيف ميكس نود اللي هي ميكس ار جي بي. ببساطة شديدة لو لغينا الميكس نود فده كده هيكون الافكت بدون الميكس نود. آلية عمل اللي هو الفوج جلو او السكرين تكون في لمعان في السكرين، فنضيف البلور نود، ممكن نحذف الجلير نود لانه ما فيش اي اضاءات في المشهد، فهنضيف البلور نود وننتظر حتى الكومبوزيتنج. اذا البلور نود هيكون الاكس والواي 55 او اي قيمه بحيث يكون الشاشه او السكرين تظهر بهذا الشكل. وده كده ببساطة شديدة كيفية عمل كومبوزيتنج لسكرين فون.